عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الأفاضل، أسعد الله أيامكم أينما كنتم. أنا حابب أشكر كل حضراتكم وكل متابعين الأفاضل من تونس والمغرب والجزائر والكويت ومصر، حبايبنا وأهلنا على تشجيعكم ليا دايما، وحابب جدا الأسئلة بتاعت حضراتكم وحابب أرد عليها، وبتأسف لو في تأخير على الرد عن الرد. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة جدا، حاجة مفيدة للنباتات المنزلية بتاعتنا. النباتات محتاجة سماد، وكلنا بنروح السوق أو بنجيب خضار، فالخضار بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عنه ونعمل منه سماد، اللي هو البنجر. البنجر حضراتكم كلنا عارفينه، البنجر حاجة جميلة جدا نعرف نستفيد منها في كل الخضروات، في كل الأكل والسلطة بتاعتنا كمان. النهاردة البنجر ده هنعمل منه محلول مغذي للنبات. المحلول ده فيه كالسيوم وبوتاسيوم، فوائد كتيرة جدا للنبتة بتاعتنا. هنقول لكم الطريقة ازاي. احنا طبعا عارفين الورق بتاعنا، الورق ده قطعناه زي ما حضراتكم شايفين كده، ورق البنجر، والبنجراية دي كده هنقطعها قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. تأثير البنجر على السكين واللي طالع منه. يعني البنجر فيه غذاء جميل جدا للإنسان وغذاء جميل جدا للنبات. هنقطع البنجر بتاعنا قطع صغيرة جدا، هنقطع البنجر قطع صغيرة جدا كده زي ما حضراتكم شايفين. قطع صغيرة خالص كده بحيث ان احنا نعرف نستفيد منها، وكل ما يكون التقطيع صغير كل ما يكون افضل طبعا، هيكون التأثير اسرع ومباشر. بصوا حضراتكم تأثير البنجر على الايد عامل ازاي. النبات هيستفيد منه من اول راية، هيستفيد منه من اول راية. طيب بنجيب حاجة زي كده، بنجيب حاجة زي كده طبعا بمقدار لتر مية، بنملى فيها مية بتاعتنا، نملى فيها مية لتر مية زي ما حضراتكم شايفين. لتر ميه موجود اهوت عندنا. اللتر ده هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه كل الحاجات اللي احنا قطعناها، اللي هو البنجر بتاعنا ده نحطه في الميه. ولاحظوا حضراتكم تأثير الميه او تأثير اللون على الميه بسرعه ازاي. احنا ممكن نعمل الخليط ده ونسمد منه مباشرة، لكن الخليط ده عمره قصير، ما ينفعش نحتفظ بيه، ما ينفعش نحتفظ بيه. هنحضر الخليط، نقفل العبوة بتاعتنا، وده بقى شكل المية عامل ازاي. حضراتكم شايفين اللون طبعا، كل ما يكون فيه كثافة ونسيبه يتنقع اكتر، كل ما هيخرط المادة المؤثرة اكتر ونعرف نستفيد منها في تسميد النبات. الخليط ده هنسمد بيه مرة في الاسبوع. يعني يا جماعة انا عايز اقدم نصيحة جميلة جدا لكل الناس المهتمية بالزراعة المنزلية ونباتات الزينة. كل مرة نروي فيها الزرع ما نرويش مية سادة كده، لا، احنا عندنا سماد الرز، عندنا سماد الخميرة، عندنا سماد العسل، عندنا سماد قش الموز، عندنا سماد البنجر. نقدر نستفيد من الحاجات الطبيعية دي، وكل مرة نروي فيها النبات نروي بسماد معين بدورة كده كويسة، مش هنكسر حاجة. عندنا سماد القهوة، سماد الشاي ان شاء الله هنتكلم عنه، سماد الحليب، كل الحاجات دي مفيدة جدا للنبات. ما نرويش كده وخلاص، لا، كل مرة نروي بسماد معين. هتلاقي نتيجة جميلة جدا في الخضروات بتاعتك، هتلاقي فيه اخضرار، مجموع خضري جميل، نموات جميلة طالعة زي ما حضراتكم شايفين كده، ازهار. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله، وما تنسوش اللايك بتاع حضراتكم ونشارك الفيديو عشان تعم الفائدة للناس كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.